بدأ المخترع الكويتي يشعر بأن الوضع لم يعد كما يعرف. وفي يوم صاخب في الكويت، وجد أبو ناجي نفسه أمام قرار صعب يحتم عليه أن يقتل لأول مرة في حياته. شعر سعد شرار العازمي بأن قانون الغاب ساد في الكويت. الأحمدي تفتيشها قوي حيل حيل، إن أنا أشوفهم تفتيشهم، بس سبحان الله ما صابني شيء، ما نزلوني عن سيارتي، قالوا يلا روح تفضل داخل تفتيشه. لفيت خفت يعني، زدت من الخوف وطلعت برا. الأحمدي دشها مني تلف المحافظة وتطلع عادي مرة ثانية تطلع، وأنا طالع لقيت واحد ضعيف طويل بريها حمراء اسمه علي، ما أخذ كلاش وموقف نص الشارع، يعني موقفني مو متفتيش، بس هو ماشي على الطريق فيبي أحد يوصله يعني. إيه وقفني وحط كلاش بوجهي كذي، وقفت ركب معي، حنا نمشي بالسيارة، أنا شغلت الرادو، طبعاً الرادو محطوط على إذاعتنا، سوف نقصف بغداد عن بكرة تبيها، وتكلم عن عراق وإن خلاص بيهجمون على بغداد ويخلون اللي داخل أنا رحت سكرت الرادو، قال لي شنا وياي واحد، قال ليش تسكره؟ قلت والله الرادو هذا كذب، كلام خرابيط. قال ولك احنا ما نخاف، ما نهاب الموت. قلت انا اعرف يدري ما شاء الله، بس هذا رادو يعني ما يعصب علي، حتى حط كلاش بيرمي والله. قال انت نزلني شارع عمان، شارع عمان اللي هنا بالسالمية، انت تندلق. قلت يا دلاي نزلني شارع عمان وانا انزل وشت لك بالسيارة، خليك ذابحني. قلت هذا طال عمرك هذا رادو، قال اسكت وانا سايق السيارة. واحنا نمشي يوم جينا طلعنا ونزلنا على الملك فهد، نمشي بيوت الصفر موجودة مقابلي، وقاعد يطالعهم يعني، وكلاشخ بخليه بعيد عني بالصوب الثاني، وقاعد يطالع البيوت. قال هاي بيوت من مالاته؟ قلت هذا مالات بيوت الشعبية، هذا بيوت شعب موزعينها، هذا ذو دخل محدود البيوت هذه. قال بيها أحد؟ قلت لا 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 لا، كلهم طلعوا ما في أحد، طلعوا. قال ها، وباله إنه بينقي بيت من البيوت يعني، بمخه خلاص مركز هنا. أنا قلت هذا ذابحني بينزل، وأنا مالي خلق إني أروح شارع عمان، أنا أهلي بيتي قريب بالقرين. رحت سبحان الله بيني وبين الكرشي، أنا سيارتي شفر باب واحد بين الكرسي والطبلون اللي أحط المخدة اللي نسند عليها، في مسدس عندي من زمان من قبل غزو، وكان المسدس هذا في شقة خرازة، متوفر وجدي يعني، ورمياتها صليات تحط على صليات وحدة، وبعدين وصجمة قوي يعني رشاش، عفوا خرازة طويلة، هذا الخرازة اللي خرازة اسمه خرازة، في شقها قوي. بعدين سحبت المسدس وحطيته على صماخه بالضبط بين رقبته وفوق راسه خناعه، انا عارف انها على المخ بالضبط، كان ارميه بثلاث رميات. ولا انتبه لك قبلها؟ لا، اول رميه قحص، الثاني رميه، الثالث رميه، بعدين نطر طاح المسدس مني انا، وقضبته من رقبته وانا اسوق سياره، كان احط رقبته تحت وهو قاعد يزقط شوي وتعفرت. أنا قاضبه وهو مو قادر، من زود الضربة مو قادر يمد يده يوخرني ولا شيء. قضبت ليه تقريبا ما طول، يمكن ربع ساعة لين ما ثبت. طبعا أنا طلعت فوق حق القرين، دشيت داخل لفيت آخر بيوت، لقيت سحرة بعيدة زين، ونزلت تحت شفته متيبس طالع الدم حيل. طبعا نزلت ورا عشان أسحبه،
وحطيتها بالأرض. يوم حطيتها بالأرض كان أنا طبعاً أخذ البوك ماله وخدت سلاحه كلاشينكوف. كلاشينكوف خاف ربعنا يدرون كلاشينكوف ليه الحين عندي. أبشرك صاروا يدرون الحين. لا لا لازم الدولة سجلة باسمي، هذا بتشجيعتي أنا، إذا خذوه لا لا ما يصير ما ينوخذ. جميل، وش سويت بالجثة طيب؟ إيه المهم إنه سحبته وخدت أوراقه الدفتر ماله وهذا وجوازه وهويته عندي للحين. إلى الآن؟ إلى الآن عندي موجود عندي بتجوري مال الشركة. الموقع الآن وش فيه؟ موقع الجثة اللي دفنته؟ الموقع اللي هالحين مكانه صارت بيوت. بيوت؟ إيه البيت، البيت الأحمر هو مكانه هذا الجثة. ما خبرت أهل البيت إنه؟ دليت البيت وعرفت المكان بس ما قلت ما حبيت أقول لهم ليش تسبب المزعات.